بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا صلى الله عليك يا سيدي يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك المظلومين. ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. هل جف دمعك للحبيب المنجدي، أو أنت تركن بعده لتجلدي؟ حق البكاء على المجد لنينوى من عترة الهادي النبي محمد. قمر بدارة كربلاء متجليا، قد غاله ليل القتامل أربدي. أعظم به من قاسم قسم العدا ضربا وطعنا في قنا ومهندي. شبل الزكي المجتبى، بدر الهدى، شمس المناقب والعلا والسؤدد. ما كر يوم وغى على ملمومة إلا وغادر جمعها بتبددي. أكرم به من أشوس أم الوغى ولدت حيث نظير لم يولدي. طلب البراز من الحسين وقلبه متوقد بالحزن أي توقدي. صال شبه الصاجع الحين التقر، وصاحبيهم يلعد يا اهل الغدر. انا بين حامل حمى فارس بدر، والزرد على القوم جاسم ضيقه، ضيق علي الزرد من صارمه كفو، خلى الخيل تسبح بالدماء. الروس شردها وجثثها مخذمة، وغدت تحت خيوله مسحقه، الجثث سحقها وروس لها شرق، ومن راحت تفر ماخذها الرهق. تظن طير الموت حل بيها وخفق، قروم ما تقدر قروم ما توقف السيف تعانقه، أبد ما تقدر تقف دون الفحل، ولعب بيهم ما لعب حين الحمل. والقلب يتقطع شراك النعل، أنوى يشده ويصول عالبقى، أنوى يشده ويرد الرادته.
ذكر اعداء حرب جده وحملته لان جت ضربه الازد الهامته وسبح جاسم من دم فرقه سبح جاسم بالدمى وصان سبح جاسم بالدمى ونادى يا عايا من سمع صوت النفيل دمعا سجى لفى وشاف مخذم وراسا جسى صاح لكن دمع داي يا ام مدفق صاح يا جاسم وعد راسك قعد والقلب ينحب وقلبا مرد يا ابن اخوي العرس شائل من بعد وهامتك من سياف الازد مشرقه قلش عاجلك على المويات يا مجنة قبل ما تكبر وبالعريس تتهنى يا عم الحسن عودك شاعتذر منا وانت رواحت وسبايا احدى اللايا يا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون والعاقبة للمتقين. قال سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربعة عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن حبنا أهل البيت. القرآن الكريم يقول وقفوهم إنهم مسؤولون. اليوم عمل ولا حساب في الدنيا وغدا حساب ولا عمل. في ثنايا الأحاديث نشوف بعض الأحاديث تتضمن ما يسأل عنه الإنسان يوم القيامة مثل هذا الحديث الشريف لا تزول قدمه. تزول مو تزل، تزل يعني تزلق، تزول يعني ما يقدر يشيل رجلي، هنا أنا خط أحمر فما يخلوه يتحرك حتى يسأل عن أربعة أشياء. أولا عن عمره فيما أفنى، ثانيا عن شبابه فيما أبلاه، ثالثا عن أمواله من أين اكتسبها وفيما أنفقها، ورابعا عن حب أهل البيت عليهم السلام. السؤال يجب أن يكون من الذي تجتمع فيه أو يجتمع فيه شرطان. الشرط الأول العقل، للإنسان إذا ما عنده عقل أخذ ما وهب سقط ما وجب، مسؤولية ماكو عليه. فأول شيء العقل، لما الله تعالى أعطى الإنسان العقل يعني ويا العقل خلى المسؤولية. ثانيا حرية الاختيار، إذا عبد مملوك لا يقدر على شيء، إذا إنسان مجبر ما عنده اختيار ما عنده حرية انتخاب، هذا سؤال في غير محلي. ليش احنا نقول مذهب أهل البيت لا جبر ولا تفويض ولكن أمر بين أمرين؟ جبر ماكو، لأنه إذا كان الإنسان مجبور كما يقول بعض المسلمين، إذا كان الإنسان مجبور على أعماله معاقبته وتحميله المسؤولية
هذا شيء بعيد عن العقل ولا يقبله العقلاء، والشارع المقدس سيد العقلاء. ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء، ولما مشتف ودفعه يوقع بالماء شو يسوي له؟ ما يقدر يلزم روحه. فليس من العدل، احنا يسمونه العدلية. ليش عدلية؟ لأنه من جملة أصول مذهبنا أول شيء التوحيد، ثاني شيء العدل. لو فتشوا قلبي، صاحب ابن عباد رحمه الله يقول لو فتشوا قلبي رأوا وسطه سطرين قد خطا بلا كاتبي، العدل والتوحيد في جانب وحب أهل البيت في جانب. إذن نحن نؤمن بأن الله عدل وعادل وحكيم، وليس من العقل وليس من العدل وليس من الإنصاف أن الله تعالى يجبر الإنسان على عمل ثم يؤاخذه. وهذا ماكو مانع، أكو فت شبهة مشكلة هذه مسوية عند البعض المسلمين، يقول لك الله سبحانه وتعالى لا يحده حد. أنتوا تقولون الله تعالى لازم يعمل بحسب العدل، يعني ضيقتوا عليه، يعني قانون أكو حدود أكو، بينما احنا نقول الله على كل شيء قدير، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. صحيح يا حبيبي، انت همات تقدر لا تقوم بوسط المجلس تقمز وتصيح، سويها ما تسويها، ليش؟ خلاف الحكمة خلاف العقل، مو كل واحد يقدر على شيء يعني يسوي. فالله تعالى حكيم، احنا ما نحد من قدرة الله تعالى، لكن نقول شيء ما يناسب عظمته وحكمته ما يسويه، ما يناسب ان الله سبحانه وتعالى يجبر الانسان على المعصية وبعدين يعاقبه، هذا عمل غير سليم. على كل حال، فإذا عند الإنسان عقل وعنده حرية انتخاب، ما دام عنده عقل وعنده حرية مسؤولية تجي عليه، تجي عليه مسؤولية، وقفوهم إنهم مسؤولون. زين، هذه أربعة أشياء اللي يذكر هذا الحديث الشريف، هذا النص الشريف. أول شيء يسأل عن عمره فيما أفنى. يا أخي، العمر حسب بعض الروايات والعقل أم يدل عليه، العمر أمانة في يد الإنسان، أمانة عند الإنسان. الإنسان مو بكيف يجي للحياة ولا بكيف يطلع من الحياة، وإنما مسير بالنسبة إلى هالجهة هذه. نعم، انتخاب اختيار العمل بعض الأشياء، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، ذاك إلى حرية. لكن مجيء إلى الدنيا، خروج من الدنيا مو بكيف هذا، فهو إجا إلى الدنيا أمانة عنده، الله تعالى منطي هذا العمر أمانة، ويقول له استفيد، والفائدة مو لله، إلك، لأن الله غني عن العالمين، لا تنفعه طاعة من أطاع ولا تضره معصية من عصى. لا، يقول أنت استفيد من حياتك، الدنيا مزرعة الآخرة، أنت استفيد من عمرك، ما راح تبقى إلى آخر الأبد هنا، فترة تأخذ، اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل، إذا أنت لم تزرع، مو الدنيا مزرعة الآخرة، إذا أنت لم تزرع وأدركت حاصدا زارع والآن قاعد يحصد، ندمت على التسويف في زمن الزرع. ولذلك يوم الآخرة من أسماء شنو؟ يوم الندامة، يوم التغابن، الإنسان يندم ليش ما عمل، ليش سهوت، ليش لهوت، ليش العبيت، ليش وقتي راح بلي فائدة، هذا هم كان مثلي يعيش، ليش هذا مستفيد وأنا ما مستفيد. تشوف الطلاب، شوف الكذا، لما آخر السنة يصير ذاك الوقت يبين هذا اللي خاسر وذاك اللي رابح، وش يفيد الندم بعد. زين، فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أم اقرأوا كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابيه، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، إلى كلوا واشربوا هنيان بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشمال، آية أخرى وراء أبه، فيقول يا ليتني لم أوت كتابي. شايف ذولا يطلعون من المدارس، إذا فرحان ناجح قبل ما توصل لي يجي لي السلام عليكم، شوف أي شيء. أما لا، إذا لا سمح الله مو ناجح خاسر،
يروح الراق الراق يشرب عيد، خاف السئلة، خاف أحد يسئله. لا إله إلا الله، اللهم استر علينا يوم القيامة. زين، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. أنا ما أدري هذا الكتاب، مو ضروري ترى كتابة هالشكل، قد يكون كتاب فيديو، قد يكون يشوف أعمالك كلها، لأن أعمال، لأنه كل الأعمال مالتك يشوفها. ووجدوا ما عملوا مكتوبا، ما عملوا حاضرة، حاضرة يقتضي يعني يشوفه قدامك. تفضل أنت، أنت أحكم نفسك بنفسك، عمرك شو استفدت منه؟ تقدر تنكر؟ فهذا العمر العزيز لازم الإنسان يستفيد من عنده، وبنفعه هو إذا يستفيد، لأن يجي يوم يندم. ولا بد من أن يموت الإنسان إذا ولو فلو كنا إذا متنا بعثنا، ولو كنا إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي. زين، شين ينام وانتهت القضية، ولكننا إذا متنا بعثنا ونسأل بعدها عن كل شيء. شو سوى؟ الموت باب وكل الناس داخله، يا ليت شعري بعد الباب ما الدار. الدار جنة عدن، إن عملت بما يرضي الإله وإن خالفت فالنار، ونعوذ بالله من النار ومن غضب الجبار. زين، أول شيء يسأل الإنسان عن عمره فيما أفنى، بعد وعن شبابه فيما أبلى. قد يسأل سائل يقول يا بل العمر شنو هو؟ العمر مجموعة عمر الإنسان، أيام الشباب، أيام الشيخوخة، أيام الصبا، هذا كل عمر. فإذا السؤال الأول يصير عن عمر الإنسان، فبالضمن الشباب هم سئل عنه، عصر الشباب، دور الشباب، عهد الشباب. هذا كأنه في البلاغة، علماء البلاغة يقولون صحيح الإنسان أحيانا يستعمل الكلمة العامة، لكن يجيب كلمة وياها للتأكيد ولأهمية ذاك الشيء، مثل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. صلوات عامة، وسطى وغير وسطى، لكن والصلاة الوسطى تأكيد لأهمية الصلاة الوسطى. هنا هم كذلك يسأل عن عمره، لكن بصورة خاصة يسأل عن أيام شبابه، لأنه أيام الطفولة وضعيف الإنسان وقد ما واصل إلى سن التكليف. أيام الشيخوخة والكبار ما يقدر يسوي شيء. زين، فهالدور هذا دور الفتوة، دور النشاط، دور القوة، هذا بهالدور هذا شيء يسوي الإنسان؟ ماذا فعل بنفسه؟ استفاد من هالدور لنفسه علم، دراسة، قراءة قرآن، عبادة، تفقه، حتى عمل. يعني الإنسان إذا يكتسب من حلال، لأنه شو ينتظر؟ ينتظر لما يكبر، إذا وصل للأربعين سنة بعد فما بعد، للوراء بعد، يوم على يوم يضعف. زين، لكنه في هالدور دور الشباب كون يجند نفسه ويستفيد، يستفيد لآخرته ولدنيا، يستفيد لدنيا ويستفيد لآخرته من الرزق الحلال، شكوا بها حتى يستفيد للدنيا. وإذا الفتى ذهبت شبيبته فيما يضر فربحه خسر، وعليه ما اكتسبت يداه إذا سكن الضريح وضمه القبر. وإذا انقضى عمر الفتى فرطا في كسب معصية فلا عمر، وعمر من حسب عمر، ما العمر إلا ما به كثرت حسناته وتضاعف الأجر. هذا شيطان يجي يوسوس لنا، يا بس تتونس الساعة أيام الشباب، شكو عندك تضيق على نفسك وتحدد نفسك؟ شوف فلان 70 سنة عمره، شوف فلان 100 سنة عمره، شوف كذا، بعدين عود توب، والتوبة مفتوح، كأنه الله تعالى إنما فتح باب التوبة حتى الإنسان يعصي. شايف انت؟ مثل واحد يقول ما دام اكو مستشفيات واكو اطباء خل اذب روحي من فوق السطح. عجيب، اذا تكسرن يدي ورجلي اكو مستشفيات. انت اذا تقدر تنزه نفسك وتنظف نفسك وتبعد نفسك عن الذنوب افضل من 50 واحد يتوب.
ماكو موجب للتوبة. إنسان يحفظ نفسه من المعاصي أفضل مما يعصي وبعدين يتوب. لكن الإسلام ما سد الباب على الإنسان، ما قطع خط الرجعة، قال لك إسا أنت على كل حال تورطت بالذنوب، ارجع ارجع إليك مجال. مو معنى هذا أن الإنسان ما دام أكو باب للتوبة خلي نعصي، هذا غلط. هذا على كل حال كل من أجل أن لا ينقطع رجاء الإنسان من رحمة الله تعالى، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. بعض يخدعهم يمنيهم الشيطان، أنا ليش مستعجل؟ بعدين عود، الآن هم تونس، هم تحصل دنيا هم تحصل آخرة بعدين، لكن ما يدري شكو ماكو بالدنيا. شوف الحوادث اللي حوادث المرور، روح للمقابر شوف كم شاب نايم. واحد يقول مريت على قبر شفت مكتوب يا قارئا كتابي ابكي على شبابي، بالأمس كنت حيا واليوم في التراب. بعد ما عنده مجال للتوبة، ما عنده مجال أن يوصل إلى مثلا 40-50 سنة ويتوب، فراحت الفرصة عليه، راحت الفرصة عليه. وهذه فرصة مهمة جدا يا إخوان، أيام قوة. الله، إذا تريد تعرف فضل الشباب اسأل الشيب، اسأل ذول التعبانين، يشوف يونون ويقول فيا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب، شيئان لو بكت الدماء عليهما عيناي حتى يؤذنا بذهابي، يؤذنا بذهابي لم يبلغ المعشار من حقيهما، فقد الشباب وفرقة الأحباب. فما يعرف قدر الشباب إلا اللي يفقد هالنعمة هذه. شيئان لا يعرف فضلهما، حديث شريف، شيئان لا يعرف فضلهما إلا من فقدهما، شنو؟ الشباب والعافية. الشباب والعافية، العافية هم تاج على رؤوس الأصحاء، لكن هذا التاج لا يراه إلا المرضى. الصاحي ما يشوف، لكن مريض، الله يا ريتني مثل هذا أقدر أمشي، مثل هذا أقدر أكل، مثل هذا أقدر أقعد، أقدر أصلي، أقدر أروح، أقدر أجي. شوف شوف الشباب إيش يقولوا، والعجائز. على كل حال يأتيك القوس بلا ثمن. نسأل الله سبحانه وتعالى حسن العاقبة، وأن لا يذلنا، لا يوصلنا إلى أرذل العمر، لا يوصلنا إلى أرذل العمر، خصوص في الزمان هذا. من بحالك أول بالأقل ابنك يمك، بنتك يمك، شنتك يمك، يديرون بالهم عليه. اليوم ما حد بحال، كل من مبتلي بروحه، كل من يصيح ونفسه، إذا أبوك بدار العجزة وخلصت القضية. زين، فإذا عهد الشباب لابد أن ينتفع الإنسان منه وأن يغتنم الفرصة. بعد الشيء الثالث، ويسأل عن أمواله من أين اكتسبها وفيما أنفقها. يعني هنا مزدوج السؤال، يعني الإنسان الله تعالى خلال قانون كيفية اكتساب المال، كيفية استحصال المال، أكو كتاب يدرسوه بالحوزات العلمية، ولازم كل عالم يمر على هذا الكتاب، كتاب مهم لآية الله. الشيخ الأنصاري، الشيخ مرتضى الأنصاري رضوان الله عليه، حوالي 100 سنة قبل، هذا الرجل كاتب كتاب باسم المكاسب المحرمة. شوف، لأنه المحلل أكثر، فما دام المحلل أكثر فكون المكاسب المحرمة يجمعوها حتى الإنسان يعرف لا يتورط بالحرام، لا يتورط بالحرام. لأن يسأل الإنسان عن أمواله من أين اكتسبها وفيما أنفقها. ذول البعض اللي يقولون الإسلام ما إلى رأي في الاقتصاد، شو خص الإسلام بالاقتصاد؟ إسلام صلاة وصوم وإلى آخره. هذا غلط، ما يفهمون الإسلام، لأنه أنت هذه الأموال اللي ما أخذها، إذا لا سمح الله ما أخذها من حرام وبيها شبهة، إذا تشتري بها ثوب وهذا الثوب تصلي به صلاتك باطلة، حوشك إذا من فلوس محرمة باطل، تريد تروح للحج فلوس بها حق الله صلاة الحج مالتك مو مقبول. شلون هذا الاقتصاد يدخل في كل شيء؟ أكلك هذا اللي تريد تأكله، أكلك تريد تأكله،
حتى لو فرضنا صايم إلى الليل وتاجي تجي تاكل تفطر على شيء حرام، هذا معناه عمل حرام. شلون الاقتصاد ما يتدخل في الأمور؟ في كل شيء الإسلام أصلاً يدخل في مترابط الإسلام، اقتصاده بثقافته بعسكريته بأموره الاجتماعية بأموره النفسية بأموره الفردية كلها. زين، فأموال من أين اكتسب؟ أقول يا أبا أنا ما أخذ، أنا تعبت ومن حلال حصلت، بعد بكيفي أنا أملك هاي الفلوس، وين ما أرد أصرفها أصرفها، أنت لاحقني ليش؟ لا، لأن يقول أنت من تصرف هاي الفلوس إذا صرفتها بالحلال فهو خير، إذا صرفتها بالحرام يعني شنو؟ يعني أنت قاعد تتعامل ويا الملائكة يو تتعامل ويا الجن، قاعد تتعامل ويا البشر، صح يولا؟ لما تاخذ تنطي حرام، عملك هذا حرام تنطي حرام لذاك، تاخذ حرام منه معناه ورطت الاخرين وياك، فانت عملك هذا مو فت قضيه وحدك انت تسوي، لا لا انت قاعد تشارك الاخرين وياك، اي شيء اللي يكون حرام معناه شارك الاخرين. فاذا مقيد الانسان في اكتساب الاموال وفي صرف الاموال. يقولون البعض عود شوي يستشكل، يدري على أنه الفلوس اللي ينطيها فيها شبهة ما يصير ينطيه، يقول من يروح ويا الربع جماعة يريد يسوي معصية بس هو ما يريد يعطي فلوس، يقول لهم أنتوا انطوا فلوس كأنه بس المعصية، يا أخي المعصية نفسها معصية وهذه مقدمة، اعطيت فلوس أكثر معصيتك أقل من أقل. زين، فالأموال محاسب الإنسان عليها. هنيئا للإنسان الذي يملك أموالا ويعطي حق الله، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. نعم المال الصالح للرجل الصالح. يا أخي عنده أموال مكتسبها من حلال يقدر يشتري بها الجنة، يقدر يشتري بها الجنة. هالصدقات الجارية، هالأعمال الطيبة، هالمؤسسات الخيرية هذه يقدر يسوي له مستشفى، يقدر يسوي له مستوصف. أكو واحد من الكويتيين رحمة الله عليه ثلث مالته جايبيه في مدينة قوم، مسوين مستوصف اسمه مستوصف بقية الله، تحت رعاية طبعا آية الله العظمى الشيخ جواد التبريزي. ها من يطلب للطلبة وغيرهم، من يروح واحد هناك صدق يترحم عليه، فر في موقعه. يعني الإنسان لما يحس بالألم والمرض ويجي هنا يرتفع عن الألم والمرض، إيش قد هذا إلى عند الله ثواب. ورحم الله الحاج أحمد الرشيد على هذه المؤسسة، والله يحفظ أولاده اللي ساروا على نهج أبيهم، والله وفقهم هالحسينية المحترمة. ها بعض يسموها جعفرية الزغيرة، وهذه مجتمعين احنا على بركة الله وعلى حب الحسين على حب أهل البيت. هذه أكبر نعمة، هذه فلوس. أكو بعض ما عندهم توفيق، أكو بعض ما عندهم توفيق ليصرفوا أموالهم في سبيل أنفسهم، وفي سبيل الله لكن في سبيل أنفسهم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. قول وين كنت نايم من ذاك اليوم لليوم؟ الساعة اللي جاك الموت الساعة تقول يلا أنا أريد أشتغل الساعة. فهنيئا للإنسان إذا هو يشتري لنفسه. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. هذا الفقير يستفيد، هذا الضعيف يستفيد، هذا اليتيم يستفيد، وهكذا أمور الخيرية كثيرة في هذا الزمان وفي كل زمان.
زين يسأل الإنسان عن أمواله، شلون الحسين عليه السلام يقول: إذا جادت الدنيا عليك فجد بها على الخلق طرا قبل أن تتفلتي، فلا الجود يفنيها إذا هي أقبلت، ولا البخل يبقيها إذا هي ولتي. فناء كذا بخلت يعني تبقى عندك، وإذا صرت كريم بصورة معقولة طبعا، يعني يصرف الإنسان مو يعطي كل أمواله، يعني تروح منك لا، إذا أقبلت جاءت تقاد بشعرة وإن أدبرت راحت تقد السلاسل، تقطع السلاسل وتروح إذا تريد تروح. لا ينبغي للمرء أن يثق بخصلتين، كلام سيد الحكماء أمير المؤمنين وإمام المتقين سلام الله عليه، يقول: لا ينبغي للمرء أن يثق بخصلتين، الغنى والعافية، بين تراه غنيا إذا افتقر، وبين تراه معافا إذا سقم. ما يدري الإنسان شي يصير منها الباكر، شي يصير ما يصير. إنما الدنيا عواري، يعني ودايع، عارية يعني مو مستقرة، عارية. إنما الدنيا عواري والعواري مستردة، شدة بعد رخاء ورخاء بعد شدة. شي يصير ما يدري الإنسان بالمستقبل شي يصير، بس ما دام عنده نعمة خلي يستفيد منها، خلي يستفيد منها. هنيئا للمؤمنين، هنيئا للواعين. زين، رابع شيء اللي يسأل عنه يوم القيامة حب أهل البيت صلوات الله عليهم. القرآن الكريم أكد على هذا، هذه آية واضحة بعد ما يرد لها. يعني يا رسول الله قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. يقول رسول الله يريد أجر من عندنا، هو أجر على الله. زين، لكن الله سبحانه وتعالى فهمنا ويقول ما سألتكم من أجر فهو لكم، يعني هو شنو داخل بكيسه؟ لكن أنتم إذا أطعتم رسول الله في أهل بيته وأطعتم أهل البيت واتبعتموهم معناه الخير لكم، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا أبدا. يقول لن تفتقروا، لن تضلوا، ضلال ما يحصل، هو النبي المن جاي، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، فيخلصكم من الضلال، خلصكم من الضلال إذا اتبعتم أهل البيت. ثم الفائدة ترجع إلى الناس أنفسهم. بعدين أهل البيت سبحان الله، أكو بعض ناس عندهم فرد كلمات ما أدري شلونها، يعني ما يستحون على أنفسهم أن يقول أنا بصفتي عالم، أنا بصفتي كذا، لا أقول هيك شيء. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يناسبه أن يكون يأخذ الأجر على أداء الرسالة والأجر حب أهل بيته. ليش؟ يقول مثل الملوك هذا، مثل الأمراء، ملوك وأمراء يحبون أن أولادهم أخوتهم يكونون في خير، يوصون يا بديروا بالكم عليهم. أبا هذا وين؟ ذاك وين؟ هذا اللي الله سبحانه وتعالى فضلهم على العالمين، وخلق الله كل شيء من أجلهم، أنوارهم مشعة في العرش قبل أن يخلق الله آدم. هذا الذي هؤلاء من معشر دين، من معشر حبهم دين وبغضهم كفر وقربهم منجا ومعتصم، إن عد أهل التقى كانوا أئمتهم، أو قيل من خير خلق الله، قيل هم. هذول مثل أقرباء الملوك، ذول أقرباء النبي، يوذول من المعصومين، ذول حجج الله على العالمين، ذول مطهرين، ذول من أتقى الناس، أكرم الناس، أعبد الناس، أعلم الناس. النبي ما يجبرنا على أنه نتبع فد واحد عاصي أو نتبع فد واحد منحرف، ولذا أكو في أولاد الأئمة بعضهم منحرفين ما نعتقد بهم، وإنما نعتقد بالأئمة الطاهرين وبمن تبعهم، وبمن تبعهم مثل شهداء كربلاء. شهداء كربلاء كلهم في طاعة الله، صغيرهم كبيرهم كان مطيعا لله، كان متقيا، كان مؤمنا، شجاعا، فارسا، مجاهدا، ووصلوا إلى درجة الشهادة، وصلوا إلى درجة الشهادة، كلهم كانوا على هذا النسق. نحن نحترم القاسم، نحترم القاسم عليه السلام. ليش؟ هو أكو في أولاد بني هاشم أكو غيره، لكنه هذا لما يسأل الحسين عليه السلام
يقول له بني قاسم كيف تجد طعم الموت والقاتل؟ لأنها ليلة العاشر، الإمام من أذن لهم أن يمضوا، وليأخذ كل رجل منكم بيد رجل من أهل بيتي، وتفرقوا في سوادكم ومدائنكم، فإن القوم إنما يطلبونني ولو أصابوني لذهلوا عن غيري. روحوا بني هاشم، أنصار، أصحاب، روحوا كلكم، خلوني وحدي، أنا المطلوب، أنتوا ليش؟ فقالوا له أو نعيش من بعدك؟ ليش نروح؟ نعوفك حتى إحنا نعيش وأنت تروح؟ لا خير في الحياة من بعدك. كلهم وقفوا وقالوا ما نروح. من أكد الإمام تأكد من عدهم. الإمام لما أظهر نواياهم وروحهم الطيبة إيش قال؟ قام يخبرهم بما سيجري غدا. قال لهم غدا سيقع القتال بيننا وبين القوم، هم يبدون يعني، والجماعة أنتم كلكم تقتلون، بس ابني زين العابدين حجة الله على الخالق هذا يبقى لئلا تخلو الأرض من حجة. وحتى الطفل الرضيع يقتل وحتى القاسم. ثم التفت للقاسم قال له بني قاسم كيف تجد طعم القتل؟ شوف شوف شنو من روح ذول عندهم، شنو من إنسانية عندهم، وين متربين؟ متربين في حجر الحسين، هذا متربي في حجر الحسين وفي بيت الإمام الحسن عليه السلام، ابن الإمام الحسن، وهذا بعد صغير وكان في دار الحسين عليه السلام عند عم، شلون ما يصير هيك؟ فيقول له يا عم أحلى من الشهد. ما يكذب ما يكذب، تعارفا ما يسوي، واقعا أحلى من الشهد. بيّن هذا شو وقت آخر واحد يطوه مجال يقول له لا تقاتل، روح أنت أقعد غير يرتاح. يقول أنا أديت المسؤولية مالتي، جيت عرضت نفسي والحسين ما قبل. يوم العاشر لما خلص دور الأنصار وإجا دور الهاشمين وعلي الأكبر طلع، ثم إجا دور بقية بني هاشم، عبد الله الأكبر أخو القاسم وشقيق القاسم لأمه وأبيه، أمهم رملة 16 سنة عمره، خرج قاتل وقتل. قدم القاسم عليه السلام لابس لامة حربة وإجا إلى الحسين، التفت للحسين عليه السلام ما تريد بني؟ قال إذن لي بالبراز، حالي حال بني هاشم البقية الشباب. القاسم عليه السلام يعني المؤرخين عندهم وقفة مع القاسم، يقولون عجيب أنه معاملة الحسين للقاسم ومعاملة أهل البيت كلهم ويا القاسم تختلف عن معاملتهم مثلا ويا عبد الله الأكبر اللي أخوه شقيق أو ويا غير أولاد الإمام الحسن كثرة. ليش؟ لأن يقولوا هذا كان وجهه كفلقة قمر طالع، وأبو الإمام الحسن كان معروف بالجمال والكمال والهيبة بعد، وكان يشبه أباه الحسن. تشايفين لا سمح الله إذا فاقدين فد واحد عزيز عليكم وعنده أولاد، اللي يشبه أبوه يكون محبوب أكثر، ها ينقع بالقلب أكثر. يقول له هذا 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 مكان أبوه، هذا يشبه أبوه، الأبو ما راح هذا مكانه. فالقاسم كان يشبه الإمام الحسن، ولذلك الإمام الحسين ما أذن له، أولا لأنه يشبه، ثانيا لأنه أم راح تبقى واحد رملة، توها فقدت واحد من أولادها راح تفقد الثاني تبقى بلا يطول. الله أكبر، شنو من عزيمة عندهم، شنو من إقدام، شنو من شجاعة، شنو من قلب، رجال نساء شباب صغار كبار. توسل بالحسين ما أذن له، انسحب من الموقف لكن متأثر متألم. راح وين؟ خارج الخيمة، ورا الخيمة جلس واضعا رأسه بين ركبتي يبكي، يعني أنا ما عندي لياقة أن أكون شهيد بين يدي عمي الحسين، هذول الشباب راحوا واستشهدوا وأنا ما حصل هالدرجة هذه، ليش؟ يقول بقي باكيا حزينا اتذكر شيء، هل أكو فدعوذة بيها وصية من الإمام الحسن؟ قايلي لها يشدها في زندك بعضدك، إذا صرت في حالة شديدة وأزمة شديدة فكها، شو شنو تشوف بيها اعمل بيها، اعمل بيها.
فتحها هذه، شاف خط الإمام الحسن عليه السلام، خط أبيه يسلم عليه من جملة وصية من الإمام الحسن: بني قاسم، إذا رأيت عمك الحسين وحيدا فريدا فلا تقصر عن نصرته. يقول هذا فالسند ممتاز، أقبل مسرعا فرحا مستبشرا إلى عمه الحسين: عم أبا عبد الله، أنت تمنعني أن أروح، أنت أذن لي، تمنعني أن أروح إلى الجهاد، إلى الحرب، إلى القتال، وهذا يشوف وصية أبي، بعد أنا هم لازم أنفذ وصية أبي، أنت هم لازم تقبل بوصية أبي. يقول أخذ الحسين الكتاب، لما نظر إلى خط أخيه الإمام الحسن بكى، ثم التفت إلى القاسم قال: بني أدن مني فدنا من عانقه الحسين عليه السلام، تعانق واحد معانق الثاني. يقول الراوي: فبكيا حتى وقع على الأرض مغمى عليه، ثم ودع عمه الحسين ومضى إلى ميدان الحرب ينادي: إن تنكروني فأنا نجل الحسن، سبط النبي المصطفى والمؤتمن، هذا حسين كالأسير المرتهن، بين أناس لا سقوا صوب المزن، أخذ يضرب أعداء الله يمينا وشمالا. يقول الخوارزمي في مقتله: فقتل على صغر سن 35 من أعداء الله، بينما هو يقاتل القوم وإذا به انقطع شسعنا عليه، فانحنى عليه حتى يشد، فشد عليه اللعين عمرو بن سعد الأزدي فضربه على رأسه بالسيف، ففلق هامته: أيوا قاسما، أيوا مظلوما، أيوا يتيما. فوقع على وجه الأرض يخور بدمه رافعا صوته: عما أدركني، لحق علي يا أبو علي. فأقبل الحسين إليه مسرعا، صارت غبرة. يقول حميد بن مسلم: انجلت الغبرة وإذا بالحسين واقف على رأس الغلام، والغلام يفحص برجله آخر أنفاسه، والحسين يبكي ويقول: بني قاسم، يعز على عمك الحسين أن تدعوه فلا يجيبك، أو يجيبك فلا ينفعك، يا أبا بكى بكى وناداه: يا جاسم إش بيدي، إش بيدي، يا ريت السيف قبلك حزور إيدي، هانلكم تخلوني وحيدي على خيمي يا عم الخيل تفتر. ثم حمل القاسم، اسمع الرواية تقول: حمل القاسم وجعل صدر القاسم على صدره. لكن مع هذا شيء الملفت للنظر، كل المؤرخين يقولون وأرباب المقاتل يقول: كان يسحبه على الأرض رجلا تخطان في الأرض، يعني القاسم. عجيب، القاسم أطول من الحسين؟ لا، القاسم ثقيل اللي الحسين ما يقدر يشيله، ما يقدر ينهض به، طبعا لا. لكن شنو قضية، شنو، ليش الحسين عليه السلام يجر القاسم رجلا تخطان في الأرض لشدة المصيبة؟ ما يقدر يعدل قامته الحسين عليه السلام لشدة المصيبة، ولذا جاب يجر سحل سحله إلى المخيم، وضعه عند ولده علي الأكبر، جلس بينهما يبكي. فدخلت الحوراء زينب قالت: أخي أبا عبد الله قم واخرج. ليش تريد النساء تدخل على القاسم تبكي عليه وعلى علين الأكبر؟ قال: ابكينا وأنا أبكي معكم. دخلت رملة 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 تنادي: وولدا وقاسم، آي 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 آي، عسى بعيد البلا خدك على القاع، يا جاسم موش وقت الموت الساع، جاسم يا وليدي لو انت انباع، بماي العين كنت شريك يا حر، ويلي يا جاسم ريت الطبرة يا آتبي، يا جاسم قوم ريت المهاية آتلي، صدق رايح يا جاسم هاي هي.
تخليني أون الليالي وسار. وأمه مذرأته رملة صرخت: نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله، اللهم ارزقنا خير الدنيا وخير الآخرة، واصرف عنا شر الدنيا وشر الآخرة، تقبل هذا العمل منا ومن السامعين ومن السادة المؤسسين. ارحم اللهم أمواتهم جميعا وسائر موتى المؤمنين ببركة سورة الفاتحة مع الصلوات. الله 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 الله, الله, الله يا